بابا سمعت يا بابا ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟ الحق يا مستر فاتين بابا بينزل. ايه الخرافات دي؟ اتكسف بالاتساب بسرعه يا حاج حسين بيه. الورق صار سيبوني كل حاجه هتبقى كويسه يا ولاد. مين اللي عمل كده بسرعه؟ حسين بيه حبيت فيك الحب الكل ده اكيد فطين. انا هفرحه بقى واقول له ان احنا خلاص هنعدي بميعاد الخطوبه. ايوه فطين يا حبيبي. ايه مش هتقدر تيجي؟ ايه اللي حصل؟ عايزين بيه المرشدي؟ طب انتوا في اي مستشفى؟ انا جاي حالا. تعال تعال استريح. ايه يا فطين خير يا ابني؟ طمني. لسه في العمليات عامل. اتفضل اقعد اتفضل. ادعي له يا بنتي ان شاء الله ربنا هيقومه بالسلامه. دكتور خير. الحمد لله ربنا كتب له عمر جديد. ملي مطراته كانت رصاصه هتصيب القلب. ادعوا له الساعات الجايه تعدي على خير. عموما احنا هننقله العيال المركزه لحد ما الحاله تستقر وان شاء الله خير بعد اذنكم. ألف حمد وشكر ليك يا رب. ألف حمد وشكر ليك يا رب. بابا كويس مش كده يا مستر فطين؟ إن شاء الله هيبقى كويس قوي. إن شاء الله إن شاء الله. طبعا عرفت يا باشا إنه دخل العناية المركزة عشان اللي بينخوار ورانا يهدوا شوية وبعيدوا عننا. اطمن يا باشا الورق هيبقى عندك قريب قوي. حاضر مع السلامة يا باشا. اتصل بشيكو مدريد خليه يجي للنادي بعد ساعة. اوكي بس ما تنساش ميعادنا كمان ساعة. ميعاد مهم جدا. الغي اي مواعيد واتصل بشيكو مدريد. ابن حلال يا سيد والله كنت لسه جاي لك. يا ابو السيد ده انا محضر لك الفطار بايديا وكنت هاكلك وانت على السرير واخر دلع يا عرب. مد ايدك بقى تفطر. ايه بس اللي حصل لكل ده عشان شويه فلوس راحت؟ ما في 60 داهيه. ما احنا ياما ضيعنا فلوس. احنا الحمد لله ما دام بصحتنا وزي الفل اهو. وبعدين محل الورد موجود وانا موجود. نبطل بقى موضوع السرقه ده وهنبقى زي الفل. ها طالما مش عايز تكلمني يبقى مش انا. بس علشان خاطري علشان خاطر بيشوى سيد كل. انا عارف انك زعلان مني بس عارف برضو انك بتحبني مش كده يا سيد حوي؟ ده انا ميشو. ها ماشي على العموم انا هنزل دلوقتي بس ليك رؤى يا عرب. صباح الخير يا ميشو. انا جاي اتطمر على المعلم. اه عندك جوه ستيشن. ادخل بقى فرفشه كده وانا رايح على المحل. حاضر يا ميشو حاضر. سلام. صباح الفل يا معلم. خد الاكل ده كله وهات الازازه من جوه عشان هنشتغل. بجد يا معلم؟ هو فريد بيه يكلمك؟ هو لازم فريد بيه يكلمني عشان نشتغل؟ هنشتغل من غيره. صباح الخير يا انس. صباح الخير. ازيك يا ميشو؟ كويس قوي ان انا لقيتك. انت رايح على المحل؟ اه. طب كويس. عايزك بقى تبعت لي احلى بوكيه ورد عندك لفيلا اشجان هانم. يا سلام بوكيه واحد ده انت تؤمر. اصل انا رايح اقابل ابنها عشان نحدد ميعاد الخطوبه. الف مبروك يا ابو انس ولو ان الخطوبه دي متاخره 25 سنه. لا انا لسه شباب وبعدين الشباب شباب القلب. بس الحب حلو صح؟ يا الحب حلو قوي ده احلى حاجه في الدنيا. عقبالك عقبالك يا ميشو. هيحصل وقريب قوي. طب قول لي بقى
حساب الورد اللي هتبعته لاشجان هانم كام؟ لا 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 يا انس، ايه ده انت بتشتمني ولا ايه؟ هتخليني كده اتضايق وما ابعتش حاجه، ولا عايزني اروح لها وابوظ لك الليله كلها وتستنى 25 سنه تاني؟ لا لا خلاص، وعلى ايه؟ خلاص حساب الورد عندك، وما دام الحساب عندك بقى خليهم بوكيهين والثبت ورد. هو بوكيه واحد، احنا فاتحين سبيل ولا ايه؟ خلاص يا عم، تبعت بوكيه تبعت ورده ما تبعتش خالص براحتك. الف مبروك يا انس. سلام 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 يا ابن اخويا. هتثبت نفسك في العمليه دي هتبقى نمره واحد، والبريمو كمان يا شيكو. اعتبرها تمت يا باشا. انا اهم حاجه عندي الوقت، الليله بكره الصبح بالكتير الورق ده يبقى عندي. وقبل بكره يا باشا عاوزك تاخد حذرك، مش عاوز اي غلط. تلاش يا باشا، الورق يقع في ايديك تبقى عندي هوا، اوعى تبص فيها شيكو. معقوله يا باشا ابص في حاجه تاسيه دي برضه يا باشا؟ بس انا ولا مؤاخذه يعني كان ليا طلب يا باشا. قلت كده اهو. طلب ايه يا شيكو؟ في لط ولا مؤاخذه عربيات محجوزه في الجمارك، هيتعمل عليها مزاد. انا بقى نفسي المزاد ده يرسى عليها يا باشا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت معاك سيوله يا شيكو؟ معايا يا باشا، كله تمام، كله everything اوكي. خلاص نفذ العمليه اللي في ايدك دي، واوعدك ان المزاد ده هيبقى بتاعك. الراجل حسين المرشدي ده صاحب الفيلا، عنده تلات عيال صغيرين برشامه وكيمياء، هتروحوا الفيلا تعاينوا تعرفوا مداخل ومخارج الفيلا، وبنبوني هيفضل معايا هنا عشان لو حصل اي مطبات في الليله ابعته لكم على طول. ساعتين زمن وتبقوا معايا هنا علشان نظبط كل حاجه ونبتدي خطه الهجوم. طب والورق ده انت عارف مكانه يا استاذ؟ واعرف مكانه منين؟ احنا هننط على الفيلا ونشوف كل حاجه ونجيب عليها قطيع لحد ما نلاقيه. الورق ده مهم قوي عشان فريد باشا، ولو جبنا الورق ده الفريد باشا هتبقى علاقتنا بفريد باشا علاقه 100 100، وايفرثينج اوكي. طب ما يمكن يكون في حراسة أو بوليس حوالين الفيلا. كلامك حلو زي اسمك يا بنبوني. أنا بقى أحب الرجالة اللي تشتغل معايا بجد تبقى صح الصح كده. أنا كمان كنت شايف نفس اللي أنت بتقوله ده، عشان كده كان نفسي ألفت نظرهم إن هم ياخدوا بالهم وهم بيعاينوا حوالين الفيلا ما حدش ياخد باله منهم. لا وكمان في حاجة تانية. إيه؟ لازم يتنكروا عشان لا حد يعرفهم ولا حد يشك فيهم. صح صح. تعرفوا تتنكروا؟ إيه يا أستاذ؟ احنا هنتنكر لك نكيره انت نفسك مش هتعرفنا. ازاي؟ هاخد انا الجاكيت بتاع كيميا واديله الطاقيه بتاعتي. وانا البس ايه؟ ما انا هتنكر واجيبه لك تاني. لا يا عم. يا عم انت ما اتنكرتش قبل كده؟ لا بقول يا عم، بقول لك هتنكر واجيبه لك تاني. هم دول رجالتي. يلا انت وروح اتنكروا بعيد عني. انا عيب اللي اشتغل معايا يبقى صاحي. ها عشان كده انت دخلت قلبي قوي وبقيت بالنسبه لي افري سينكس اوكي. روح انت بقى اوكي. الحمد لله اطمنا على بابا يا اولاد، والدكتور قال كلها يومين ثلاثه ان شاء الله وبابا يتعافى ويقوم ويبقى زي الفل. بجد يا مستر مش عارفين نشكرك ازاي على اللي بتعمله معانا ده. عايزين تشكروني بصحيح يا رنا، عايزكم تركزوا كويس قوي في مذاكرتكم علشان لما بابا يخرج يلاقي كل حاجة ماشية مظبوط. ما تقلقش يا مستر، إن شاء الله بابا هيخرج بالسلامة ويلاقي كل حاجة ماشية مظبوط زي ما حضرتك قلت. إن شاء الله. طيب هروح أنا بقى دلوقتي ألحق أنام لي ساعتين كده وأغير هدومي، وبعدها هطلع المستشفى أطمن على بابا وأجي أطمنكم، ولمياء موجودة لغاية لما أرجع. أهم حاجة الضبط والربط، أنا المسؤول هنا لغاية لما بابا إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة. أنا كمان قلت لبابا إن أنا هتأخر النهاردة بالليل، يعني روح أنت وما تقلقش عليهم. طب يا ولاد، سلام عليكم. مع السلامة يا مستر فطين. استنى يا فطين أنا عايزك. أيوة لمياء، في حاجة؟ أيوة، أنا بحبك أوي. ماشي. ماشي يعني إيه فطين؟ أنا بقولك بحبك تقولي ماشي. أيوة لمياء، عايزاني أقولك إيه يعني؟ مش وقت والولاد يسمعوا. الولاد بحبك اهو. اتفضلي بقى اتفضلي. لا وقته بس قولها لي بأداء احسن منك. انا بحبك. لا لا بنفس بنفس. بحبك يا لمياء بحبك. طب قد ايه؟ ايه
لا 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 يا طارق انت وسعيد ايه ده بتشربوا شاي وسايبين البوابه كده وانا على مصراعيه؟ لا ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، ده انتوا ناقص بقى تلعبوا طاوله. لا ما ينفعش، نركز بقى شويه ماشي؟ خلاص صديقي هغيركم، ما انتوا ما بتاخدوش قليل. ده فاطين ده خارج من الفيلا؟ ها؟ هو ده بيتكلم على الامن، باين ان عارفهم كويس. باين. طب يلا بينا بقى. على فين؟ هنبلغ الاستاذ. ليه؟ هو كله ايه؟ ليه؟ تعالى اقول لك بعدين.